السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحه وسلامه. هنالك موضوع مهم جدا، يعني اغلبنا واقع فيه او يعني متاثر بهذا الموضوع، الا وهو الشعور بالتعب. طبعا تذهب للعمل تعبان، ترجع من العمل تعبان، تستيقظ من النوم تعبان، تمارس الرياضه بعض الاحيان تشعر بالتعب، تتوقف عن ممارسة الرياضة تعبان. وعليه، لماذا نشعر بهذا التعب وفقدان الطاقة رغم يعني نحن جالسون مثلا لا نقوم أو لا نؤدي أي عمل؟ هنالك العديد من الأسباب المحتملة لهذا الشعور بالتعب والكسل والخمول، وقد تكون مرتبطة بالأسباب البدنية أو النفسية أو الصحية. تابع المقطع وتعرف على كل هذه الأسباب، ولا تنسونا بالإعجاب والاشتراك دعما وتشجيعا لنا، فهيا بنا. وهنا نذكر بعض الأسباب الشائعة للتعب. أولا القلق وقلة النوم. إن عدم الحصول على قدر كافي من النوم الجيد يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق. ثانياً الاضطرابات النفسية، خلي في بالك الاكتئاب والقلق والتوتر النفسي يمكن أن يتسبب في الشعور بالتعب المزمن والمستمر. ثالثاً التوتر والضغوط الحياتية، إن الضغوط العملية والتوتر في الحياة اليومية يمكن أن يؤدي إلى التعب والإرهاق. رابعاً نقص التغذية، إن عدم تناول وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يسبب نقص الطاقة والشعور بالتعب. خامساً الأمراض المزمنة، بعض الحالات المرضية مثل فقر الدم ومشاكل الغدة الدرقية والسكري وأمراض القلب يمكن أن تسبب الشعور بالتعب. سادساً سوء التغذية، نقص الفيتامينات وبالخصوص فيتامين دي والمعادن الأساسية في الجسم يمكن أن يؤدي إلى التعب والإرهاق الجسدي. سابعاً النشاط البدني الزائد، ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط أو القيام بجهد بدني شاق يمكن أن يسبب التعب والإرهاق أيضاً. ثامناً الأدوية، بعض الأدوية قد تسبب آثاراً جانبية وتشمل التعب والإرهاق أيضاً. هذه أهم الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالتعب. طبعاً نحن في هذا المقطع تعرضنا إلى ذكر فقط الأسباب، أما طرق العلاج أو التوصيات فنحيلها إلى مقطع آخر. إذا كنت تعاني من التعب المستمر أو الشديد ولا تستجيب للراحة والتغذية الجيدة وبعض العلاجات، فمن المهم أن تستشير الطبيب لتحديد السبب المحتمل وتلقي العلاج المناسب. إلى هنا نصل في ختام موضوعنا لهذا اليوم، نأمل أن استفدتم منه. نتمنى لكم الصحة والسلامة، انتظرونا في فيديو جديد وموضوع مفيد، وشكرا على المتابعة.